طب احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على استخدام برنامج الاند نوت في الريفرنس مانجمنت. انت مالك بدأتها بالعكس؟ هنتكلم ان شاء الله على الاند نوت في الريفرنس مانجمنت وايه الفائده بتاعته اللي ممكن يقدمها لنا ان شاء الله. الاوبجكتيف بتاعت الكورس ده ان شاء الله ان احنا في نهايته هنبقى كلنا فاميليار ببرنامج الاند نوت والانترفيس بتاعته. هنقدر نضيف الريفرنسز اللي احنا محتاجينها سواء بطريقه مانوال ان احنا اللي نضيف المعلومات اللي احنا محتاجينها او ان احنا نعمل امبورت للداتا كامله بدون اي تدخل مننا بحيث ان احنا بس مجرد ان احنا نعمل انسرشن للريفرنس. لو عندنا ريفرنسز قديمة أو المعلومات بتاعتها ناقصة إزاي نستكملها عن طريق الإنترنت ببساطة. لو في ريفرنسز مكررة إزاي نقدر نتعامل معاها علشان تبقى الريفرنس كلها يونيك وما يبقاش في ريفرنس مكرر أكتر من مرة. إزاي أقدر أغير ما بين الستايلز المختلفة؟ يمكن إحنا إن شاء الله لو دخلين على رسائل المشرف هيقول لك لا انت ليه الحته دي ما عملتهاش بولد، ليه الخط ده رفيع، ليه جبت السنه في الاول، ليه حطيتها في الاخر، لا ده البيجز. وممكن نفضل على موضوع الريفرنس ده شهور. فده حلها ببساطه ان شاء الله في الاند نوت. الحاجه الثانيه هنعمل احنا الستايل الخاص بينا حتى لو ما لقيناهوش في الاند نوت. واخيرا ازاي ان احنا ريكفر اللوست داتا بتاعتنا لو ضاعت وسطبنا ويندوز جديد او اوفيس جديد، ازاي نرجع الريفرنسز ديت. فهو في الاول هل احنا اصلا محتاجين نحط ريفرنس في البيبر بتاعتنا لما بننشرها او في الثيسيس، ولا نكتب الكلام كده وخلاص؟ فايه رايكم؟ في حد يحب يشارك معانا؟ اي حضرتك لازم بنحط الريفرنس فيه اللي هي الريفرنس يعني سواء ان تكست سايتيشن بنكتب الريفرنس واثناء ما بنكتب البيبر او الرساله يعني تمام. احنا بنحط الفاميلي نيم واليير اوف بابليكيشن وبعد كده في اخر البيبر او الرساله تماما بيبقى فيه اللي هي الريفرنس ليست بنكتب بكل الديتيلز بتاعت الريفرنس بقى الاوثر والير والتايتل اوف جورنال او ايفن التكست بوك الفوليوم البارت لو تمام. في textbook بيكتب البابليشر and so on يعني. تمام. طب هو ليه يعني بنحطها ليه؟ هل دي حاجة لينا احنا بتفيدنا احنا ولا بتفيد البيبر نفسها ولا الاوثر الاصلي؟ ايه السبب ان احنا نحط references؟ هو حقيقة لما ان هو ده يعني it's not your own work يعني هو انت لازم تدي الكريدتس للسورس اللي واخد منه. تمام. دكتور أمية أو دكتورة دينا مين معانا دلوقتي كمان؟ أو الدكتور إيهاب أو الدكتور رامي أو الدكتور أمية، حد يحب يضيف حاجة؟ طيب هو إحنا بالنسبة لنا الريفرنسز بتفيدنا إحنا شخصيا وبتفيد البيبر بتاعتنا وبتفيد الأوريجينال أوثر اللي إحنا واخدين من البيبر بتاعته. بالنسبه لنا احنا ان احنا بنبان ان احنا ناس ساينتفك، ان احنا ما بنتكلمش الكلام من دماغنا وخلاص، وان الكلام ده في اخرين بيأيدوه او بيدعموه او ان احنا واخدين منهم. والكلام ده هينطبق على البيبر بتاعتنا ان احنا اللي هيبتدي يقراها بالطبع هيبقى فيه هياخد ريفليكشن ان البيبر ديت في جهد مبذول فيها، انها متاخده من اكتر من مكان، انها بتبين الاراء المختلفه، بيديله فكره عن اقدميه الكلام ده هل هو كلام قديم او حديث. وفي الاخر الاوريجينال رايتر ذات نفسه هو هيستفيد، زي ما الدكتوره سمر قالت ان احنا بنديله كريدتس ان ده الورك الاصلي بتاعه وبالتالي ده هيتضاف له والبيبر بتاعته بيعلى الرانك بتاعها، فاحنا مستفيدين والبيبر نفسها مستفيدة وحتى الاوريجينال رايتر هيبقى مستفيد معانا. قبل ما ندخل على الجزء العملي عايزين ناخد بس كده فكرة، ايش الباور بوينت حاطين فيها فيديوهات علشان نختصر في الوقت شوية، ف
فمتقلاها شوية. ف let's reflect, يعني remember when you had to write an essay, a thesis or a paper, how many references did you put in it, how much time did it take to put all these references, how often did you change the text, هل كان النص دايما ثابت ولا كنت بتحتاج حتة كانت محطوطة في الأول رجعتها تحت, طب الكلام ده انعكس على الريفرنس ولا لا, هل ده وهل كان في كومنتس او تعليقات ان كان في مشاكل في الريفرنس دي ولا لا. فهل حد يحب برضو يشارك معنا تجربه كان عمل سيسس بتاعته او بيبر ويقول لنا الجهد او او الوقت او الحاجات دي خدت منه وقت قد ايه؟ هي الحقيقة يعني الريفرنس دي يعني time consuming, يعني عشان حاجة تجمع ريفرنس, وكنا يعني وقتها ما كانش في end note, كنا بنعملها manually, وكانت موضوع يعني very exhausting و time consuming. تمام. طيب لو افترضنا مثلا حضرتك كنت في الثيسس مثلا كان ممكن تحط حضرتك كم ريفرنس في الثيسس؟ لا احنا كنا ساعتها ممكن في الدكتوراه بناخد مثلا حوالي 300-400 ريفرنس كمان. تمام. لو لو حبينا نغير حته مكان حته او نحذف حته كان بتتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ يعني انت حضرتك لو شلت جزء لازم تنزل تشيل الريفرنسز بتاعته. تمام. هل الكلام ده كان حاجات ميسد وحاجات مكتوبة زيادة في الريفرنس ليست وتشالت من الثيسس نفسها والعكس, فكان موضوع يعني صعب جدا. تمام. يعني تمام. طيب احنا ممكن ناخد مثال, مثلا دي الثيسس بتاعتي مثلا في الدكتوراه, انا هوري بس الريفرنسز بتبقى شكلها قد ايه. طبعا كل الكلام ده كل الكلام اللي محطوط بيبقى جنبه الريفرنس بتاعته. فنيجي مثلا هنا على الدسكشن, مثلا لو من ميزه الاند نوت ان انا مش بس بحط الريفرنس, لا ده انا كمان الكترونيكلي بعمل لينك, يعني مجرد ما اضغط واحد فوق نزلني اشوف الريفرنس رقم واحد على طول. فده طبعا بيدي ان انا لما بستخدم برنامج زي الاند نوت هيديني شكل بروفيشنال شويه حتى في الاخراج بتاع السيسس بتاعتي. حاجة التانية زي ما احنا بنشوف في الريفرنسز كده المفروض كلها بتبقى ستايل واحد, الاوثر بخط ثابت بحدد عدد, ممكن اعمل اجزاء بولد او اجزاء خفيفة على حسب المشرف بتاعي لما بيتفق معايا, لو انا في سيسس مثلا او لو في بيبر على حسب نظام المجلة. بنحط كل الداتا اللي الدكتورة سمر قالتها معانا, الاوثرز, البيبر, الايشو والسنه والجورنال نيم والحاجه دي. طيب ده كده بالنسبه لنا ده دلوقتي هنبدا على الشغل العملي. فده شكل الوورد الطبيعي بتاعته ودي القوائم اللي احنا بنشير عليها. طبعا لما احنا سطبنا الاند نوت مش هندخل بقى في بيبتدي يضاف لنا القائمه الجديده بتاعتنا اللي هي بيبقى في اند نوت في لحظه انا عايز بس ايوه. طيب هنا بعد ما سطبنا الاند نوت اهو في نهايته, المفروض ان انا ابعت لحضراتكم اللينك بحيث ان لو هنشتغل مع بعض فبنلاقي ان في قائمه هتبتدي تظهر معانا باسماء اند نوت في الاوفيس. اول ما بفتح الوورد بتاعي هلاقي قائمة الاند نوت اتضافت في القوائم اللي احنا عرضناها في الاول. طيب معلش طيب خلاص دي ده كده منظر القائمة. ما اعرفش حضراتكم شايفينها ولا ايه شايفين دي كده علامة الاند نوت اللي اتضافت. تمام. طيب لما بنفتحها بنلاقي فيها طبعا عدد من القوائم زي ما احنا شايفين,
اللي احنا هنبتدي نتعرف عليها برضو واحنا شغالين دلوقت. وعشان نفتح الاند نوت قدامنا حاجة من اتنين، يا اما نضغط عليه من جو تو اند نوت اللي موجودة قدامنا ديت، او ان احنا بنفتح قائمة ستارت عادي وبنكتب اند نوت في السيرش لو مش ظاهر وبنفتحها من قائمة ستارت. طبعا بيفتح معانا البرنامج لأول مرة، بيبقى فاضي زي ما احنا شايفين كده، وبنبتدي لازم نعمل اول حاجه ليبراري او المكتبه اللي احنا هنحط فيها الريفرنسز. فاول حاجه نعملها ان احنا بنضيف نيو ليبراري، ولو انا عندي حاجه قديمه كنت عاملها قبل كده ممكن من اوبن ليبراري واروح لمكانها وابتدي ان انا افتح. تمام، انا طبعا لان احنا بنبدا شرح من الاول فاحنا مش عاملين، فاحنا بنعمل نيو ليبراري وبنحدد المكان اللي احنا عايزين نحفظها فيه. ومهم جدا ان احنا نحافظ على الليبراري دي لو هنشتغل في ورك كبير، لان انا لو حافظ 160 ريفرنس ورجعت اسطب الوورد من اول وجديد او البرنامج هلاقي الريفرنسز دي كلها اختفت. لكن لها برضو حل انا هوريه لكم واحنا شغالين ان شاء الله. فده كده، ده كده البرنامج بعد ما فتح. دي القوائم اللي بتكون موجوده قدامنا. هنبتدي بقى نشوف هنتعامل ازاي مع البرنامج. طيب احنا طبعا بنجيب الريفرنسز بتاعتنا منين؟ طيب في مواقع طبعا مشهوره، موقع زي ساينس دايركت، ده من اكبر المواقع اللي احنا بنجيب منها ريفرنسز. او لو بنستخدم الايجيبشن نوليدج بانك، ممكن بنفتح حاجه زي السورسز بتاعته. وعندنا كلينيكال كي طبعا من اشهر المصادر اللي اعتقد كلنا بنشتغل بيها وبنتعامل معها. طيب انا دورت مثلا هنا على بيبر خلاص، ونبتدي نشوف كده ايه المعلومات اللي بتبقى قدامنا في اي بيبر لما بندخل نجيبها. بنلاقي طبعا التايتل موجود قدامنا، بعدين اسامي الاوثرز اللي انا بشاور عليها ديت، والرقم ده بقى مهم جدا 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 اللي هو الدي او اي. الدي او اي ده رقم تعريفي لكل بيبر، وهو بيبدا من اول رقم 10 لحد اخر الجزء اللي انا بعلم عليه ده. خلاص، من اول رقم 10 لحد الاخر ده اسمه الدي او اي. والرقم ده مهم جدا، ده انا مش محتاج اكتر من الرقم ده علشان اجيب كل الداتا بتاعت الريفرنس ديت، وعن طريقه بس انا ممكن احط كل البيانات من غير ما اقعد اضيف مانوال زي ما هنشوف دلوقت. طيب تعالى نفترض ان احنا خدنا الجزء ده مثلا كوبي من البيبر اللي احنا شايفينها ديت، رحنا واخدين جزء كده هنا. طبعا هنا السيتيشنز او زي اي بيبر هو ذات نفسه بيبقى حاطط السيتيشنز بتاعته، ودي برضو زي ما احنا قلنا نفس الداتا اللي هتبقى موجوده. احنا عايزين طبعا لما ننقل هنحط البيبر الأصلية كريفرنس لينا، فنشوف هنعمل الكلام ده ازاي. طيب هنا مثلا احنا هننقل الجزء دوت وهنروح نحطه عندنا في الوورد. تمام، طيب هاجي انا بقى عايز اضيف الريفرنس. ففي الطريقة التقليدية كأن انا بكتب بإيدي، ان انا بروح هنا على نيو ريفرنس وابتدي احط البيانات. فهبتدي احط عندي هنا الخانات اللي موجوده. طبعا اهم حاجه ان انا بحدد اللي انا شايفه ده نوع الريفرنس بتاعي، ودي نقطه مهمه جدا، لان انا لو بحط جورنال ارتكل خلاص وبعدين جيت احط الداتا بتاعت شابتر مثلا واخده من كتاب، هلاقي ان في حاجات كتير ناقصه مش عارف اكملها. يعني حاجه زي الشابتر نمبر، حاجة زي الإديتور إن شيف هلاقيها ناقصة. طب ناقصة ليه؟ لأن أنا ببقى شغال على الجورنال اللي هو الديفولت بتاع البرنامج. فأنا هنا رحت نقلت الأوثرز. طبعا النقل بقى عملية بطيئة زي ما احنا شايفين، شوف هياخد وقت قد إيه. طبعا عملية بطيئة، لو احنا ماشيين بالشغل ده مش هنحس إن للبرنامج قيمة. شايف، عشان أحدد أسامي الأوثرز وأخطاء البرينتينج، وبعدين ابتدي املى البيانات الجورنال نيم، واروح بقى عمال اخدها كوبي بيست. طبعا عمليه بطيئه خلاص وممله.
وتايم كونسيومنج، يعني تحس طب انت كده احنا هنستفيد ايه من البرنامج؟ لو احنا بنستخدم الاسلوب ده هتبقى الفائده الوحيده هو الترتيب والستايل، لكن احنا هنشوف دلوقتي ازاي هنوفر كل الوقت. انا سايب بس اوريكم قد ايه ان انا عشان املى بيانات ريفرنس هتاخد مني وقت، لدرجه ان انا لو كتبتها على طول بايدي هتبقى اسرع كتير طبعا، بس هتفرق معايا في عمليه الترتيب. فزي ما احنا شايفين كده عمليه بطيئه، انا هسرع حتى الفيديو عشان ما نمش. طب احنا حطينا كل البيانات، عايزين نبتدي بقى نحط الريفرنس عندنا هنا عشان يبقى الكلام دوكيومنت. هنعمل ايه؟ طيب ده الريفرنس بعد ما انا عملت له سيف، او انا بعد ما حطيت البيانات كلها بقول له سيف، خلاص بقفله وبقول له فبقى عندي ريفرنس. ادي اول ريفرنس موجود خلاص على اليمين عندي زي ما انا بشاور كده كل البيانات اللي انا ضفتها، وهبتدي بقى انا عايز احطه على الكلام، فبقف بالمؤشر على نهاية الكلام اللي انا عامله الاقتباس ده. طبعا المفروض بعمل بارافريزنج يعني من قبل البريفيو، ده المنظر اللي هيظهر لي بيه الريفرنس في الكتابة بالستايل اللي انا مختار. تمام، هنا الستايل اقدر اغيره، انا لا مش عاجبني الشكل ده خلاص، فاعمل واحد تاني هيعمله لي بشكل جديد. فهي دي الميزه، حتى لو انا بستخدمه بالمانوال بالطريقه البطيئه دي هتبقى الميزه طبعا ان انا عمال بالشكل اللي انا شايفه ده عمال اغير، اقدر احطه في صوره ارقام في الابا 6 اللي هو احط اوسر ويعمل تحت. طيب هنيجي بقى هنا عايزين ناكد، فانا باكد تاني ان المؤشر بتاعي لازم يكون في المكان اللي انا عايز الريفرنس ينزل فيه. طيب هنا علامه الكوتيشن دي اسمها insert citations او alt 2، اول ما هضغط بص بقى ايه اللي هيحصل. طيب بس كده ادي هنا ابتدى يضيف لي الريفرنس زي ما احنا شايفين كده خلاص، بس هنا الاسلوب اللي انا مختاره الابا 6 ده شوفوا حط 3 اوثرز وفي اخرهم رقم، وتحت حط لي السيتيشن بتاعتي. طيب انا مش عاجبني كده، انا ما مش معقول انا هاخد الكلام كله في الاوثرز بس، يعني اللي هيجي يقرا عشان يوصل للسطر اللي بعده كتير خلاص. فانا عشان اعمل اتغلب على الموضوع دوت اعمل ايه؟ خلاص هروح واغير الستايل، الستايل ده وحش اهو، عندي قائمه ستايل في الوورد برضو وابتدي اعملها، فده اداني شكل تاني بقى 2 اوثرز بس والباقي بيحط لي ايتال وبحط السنه. خلاص ده ستايل تاني بيحط لي واحد بس وبيحط لي السنه. فانكوفر ده مثلا حط لي، لا ده حط لي رقم وتحت هو بيحط جنبه واحد، فاللي عايز يشوف رقم واحد ده يروح لاخر صفحه بقى بعد ما خلص الكتابه بتاعتي خالص، ويروح يشوف والله ده واحد ده كان مين بالظبط، يروح يشوف معلوماته وبياناته خلاص. فزي ما احنا شايفين كده هو بيدينا طبعا اوبشنز كتير. الوقت اللي احنا استغرقناه في الاول رغم ان دي طبعا ابطا طريقه، كل دي طبعا ستايلات، شوف بقى حضرتك ممكن تختار من كام ستايل لحد ما تلاقي الستايل اللي يعجبك او اللي يناسبك ويناسب طبعا لو في سوبرفايزر او في مجله حضرتك مرتبط بيها، فبتشوف والله الستايل المناسب ايه. كل دي وفي مجلات جاهزه ممكن تدور تلاقي اصلا المجله اللي حضرتك عايز تنشر فيها هي اصلا موجوده، فتبتدي تستخدم الستايل بتاعها على طول. تمام، فحتى لو احنا بنستخدم الطريقه البسيطه، لا ده هو هيوفر لنا في حاجات كتير قوي. انا عملت ستايل ومش عاجب الايديتور اللي معايا، لا انا هغير الستايل بزرار، فحتى الوقت بسيط اللي انا استغرقته في الاول هيوفر لي طبعا الوقت بعد كده اللي انا ممكن استغرقه في التعديل. تمام، طيب انا في هنا حاجه تانية بقى، انا مثلا حطيت بعض البيانات دي وفي بيانات خاطئه خلاص، فانا عندي في ميزه هنا ان انا ممكن اعمل ابديت عن طريق الانترنت. ايوه شايفين دي اسمها ايه؟ فايند ريفرنس ابديت، اللي انا مشاور عليها بالسهم دي خلاص. انا هنا عندي على فكره اخطاء في اسامي الاسر وانا بنقلها،
فهنا بقى بيبتدي هو يروح يتصل بالانترنت في قاعدة الباب ميد ويجيب لي كل التغييرات، يقارن لي اللي انا حطه باللي موجود على الباب ميد ويقترح عليا التعديلات. بس في هنا انا جربت النهارده فلقيت في مشكله في الاند نود ده من السيرفر، فهيطلع رساله الخطا دي. خلاص الطبيعي ان هو هيطلع لي نافذه فيها التغييرات كلها، وبضغط الزرار واحده هيعبي لي كل البيانات الناقصه دي. خلاص مش بس كده، انا ممكن بدل ما احط كل البيانات دي، انا قلت لكم على الدي او اي نمبر اللي هو بيبدا برقم 10 دوت. لو افترضنا ان احنا استخدمنا الدي او اي فقط لا غير، جبنا مكانه خلاص او جبنا التايتل ده بس وحطناه وسيفناه من غير الاوثرز ومن غير الكلام ده كله، من غير كل التعديلات اللي عمالين نعملها دي، وسيفنا ورحنا قلنا ابديت، هو هيملا لي كل ده، هيملا لي الاوثرز لوحده والير لوحدها والجورنال والفوليوم والايشو والبيج. الحاجه الثانيه، انا هنا لو عملت برضو التعديلات هناك، باجي هنا على ابديت سايتيشنز ديت خلاص، واي تعديل انا غيرته في الريفرنس الاصلي كان فيه حروف زياده، كان فيه حاجه ناقصه السنه ما كانتش مكتوبه، فبروح بعدلها في الريفرنس على البرنامج، واجي من هنا من ابديت سايتيشن يروح مصلحها لي برضو في التكست بتاعي وبالتالي اتفادى مشكله الاخطاء. تمام، متابعين معانا ولا ايه الاخبار دلوقتي؟ لا تمام، اتفضل. طيب في حاجه مش واضحه في الجزء ده؟ لا تمام خلاص. طيب حضراتكم تحبوا تجربوا دلوقتي على البرنامج عندكم، تجربوا تحطوا ونشوفوا الدنيا ماشيه ولا ايه الاخبار؟ اوكي. طيب احنا ممكن على فين الشاتنج هنا، ممكن ابعت لكم مثلا نفتح الوورد ونجرب ان احنا نحط حاجه من اي بيبر مثلا عشان يبقى الكلام واحد. مثلا ممكن نبعت على الشات، لحظه هنا. طيب كان الدكتوره امنيه بتسال هنا على الترايل فيرجن، هو البرنامج ده طبعا برنامج مدفوع، فاحنا هنشغل ترايل فيرجن دلوقت، وفي لو حد محتاج طبعا في يعني في ليجال روتس وفي الليجال روتس. الليجال ان احنا نشتريه، الليجال روتس طبعا في كذا حاجه بقى، ان احنا بنجيب كراكت فيرجن. لا ده كان الدكتور رامي بيسال البرنامج محتاج كي عشان التشغيل، فانا رديت عليه وقلت له لا نزل الترايل فيرجن. تمام، فانا بوضح بس يعني في كلام طبعا مش هينفع نحط على الريكورد. ففي طبعا في اساليب طبعا تانية ان احنا نبقى نتكلم عنها بعدين بقى بعد ما نخلص. طيب نحب نجرب؟ ماشي يا دكتور رامي، بعد التسجيل ان شاء الله. طيب حد حاول يعمل حاجه، يحط اي توبيك مثلا ويحط حواليه ريفرنس ولا حاجه؟ لسه بجرب لسه السوفت وير، بفتحه الاول بعدين. تمام، احنا ممكن طبعا برضو لو حد ساينس دايركت ماشي. هنفترض مثلا هناخد البيبر دي مثلا، كوبي لينك اهو هحطها لكم في الشات. خلاص في بيبر انا بعتها، ممكن نبتدي نجرب عليها دلوقتي. احنا على فكره الزوم عامل معانا، يعني احنا شغالين على النسخه الفري ومع ذلك الراجل بقاله ساعتين ما قطعش، فهو يعني عامل لنا دعم. عشان العدد قليل.
العدد كبير كان قطع. لا هو ساعات كده بيجي في النهاية يقول لي احنا عملنا لكم هدية وفاجئناكم وكده يعني. ف يمكن عشان العدد قليل بس. فاحنا بنشكره يعني. في حد حاول؟ طيب في حد تاني حاول ولا بنكتفي بمشاهدة الفيديو؟ طيب احط الريفرنس ازاي بقى في اللايبراري؟ زي ما احنا قلنا حضرتك حطيت البيانات ده. مثلا انا واحد دلوقتي انا حاطط اخدها كوبي بيست، الاوثر والحاجات دي اخدها كوبي بيست مش كده؟ بناخدها كوبي بيست طبعا، بنحطهم واحد واحد، بنفردهم، لازم نفردهم عن بعض. سهلة. طيب هو زي ما قلنا دي الطريقة، دي الطريقة المانوال اللي هي التايم كونسيومينج، خلاص اللي بتاخد وقت. طيب الأسهل لو تابعنا كده مع بعض دلوقت، انا مثلا هنا فتحت انا الحاجه من اللي انا كنت شارح عليها اهو، خلاص ورايح للاند نوت وعايز اضيف ريفرنس تاني. طيب انا طبعا عشان ضيف اكتر من ريفرنس اثناء الشرح، فانا دلوقتي لو عايز اضيف واحد جديد بسرعه ابتدي اعمل ايه؟ هقوله نيو ريفرنس، خلاص، وهروح للبيبر اللي انا جايبها وهاخد بس الدي او اي دوت، خلاص اهو، خلاص اهو هاخد الكوبي. واروح على الدي او اي اللي هنا. ناخد الرقم كده. طيب حضرتك عملت ابديت يا دكتور رمية؟ عملت ابديت صور خد دقيقة كده تقريبا وبعدين مش عارف اختفت. عملها طيب. تاني all selective references are up to date check back later for more updates online database. طيب وقال لي all references up to date، تقريبا هو محفوظ خلاص يعني، هو كده المفروض موجود في اللايبرري صح؟ طيب كده جاب ملا لحضرتك البيانات الجورنال والفوليوم والايشو والكلام دوت. ملا الاوثر واليير والتايتل والجورنال والفوليوم، كل ده مليان، ده من غير ما حضرتك تحط كل ده اتملى، والبيج كل ده اتملى خلاص، يبقى وفر علينا وقت قد ايه؟ طيب انا عايز اعملها قدام لحظه بقى. طيب اشوفه ازاي بقى في اللايبراري؟ طيب حضرتك هتقفل مش البرنامج كله، هتلاقي فيه ويندو صغيره، بص حضرتك اهو ده البرنامج كله، في اكس كبيره اهي اكس تمام اتضاف في اللايبراري، في الاكس الصغيره هتقفل. انا عايز بس برضو اعمل ديمونستريشن عشان الناس اللي مش معاها البرنامج. هاخد البيبر مثلا اللي انا حطيتها اهي، طيب دي البيبر اللي احنا بنتكلم عليها اهو. انا قلت بدل ما ناخد كل ده، لا هناخد الدي او اي بس اهو لحد رقم 10، خلاص يبقى من اول 10 لحد الاخر هو ده بس الدي او اي اللي احنا بناخده، خلاص. طيب بروح على البرنامج انا عامل نيو ريفر تاني اهو عشان نبقى كلنا متابعين، انا مش ما حفظتش هنا حاجه اهي، وهقول له نيو ريفرنس واحد جديد خالص، انا ما حطيتش اي بيانات، خلاص اروح على الدي او اي فقط لا غير، حطيته
طب اجي اعمل ابديت مش متاكتفه ليه؟ لان انا ما سيفتش، لازم اعمل سيف خلاص، فاعمل كنترول اس او من فايل واقول له سيف خلاص. بعد ما سيف دي بقت اكتيفيتد دلوقتي، فانا اجي اقول له فايند ريفرنس ابديت، هو دلوقتي اهو اهو بيتصل. يبقى المشكله من عندي انا من الانترنت بتاعي. تشيك ذا انترنت كونكشن از وركينج اور كونتاكت ذا سيرفيس فيندر. يبقى انا في حاجه انا في الانترنت اكسس بتاعتي هي اللي منعاني. هو عند حضرتك دكتور اميه ملى كل البيانات؟ ها انا عملت سيف من، بس انا كنت كاتب فوق الير والتايتل وبعدين ضفت دي واي، ما عملتهاش لوحدها. ما طلعش رساله خطا زي اللي بتطلع معايا. طب هجرب في ريفرنس تاني، هجرب في واحد تاني ده. طيب هو الشاهد طبعا ان احنا لو عملنا كده هنلاقي كل البيانات نزلت في ساعتها، وان انا هروح الاقي عندي ريفرنس محفوظ. هل انا عندي حاجه فاير وول مثلا منو؟ طيب انا هوقف السكرين. لا عملت جربت في ريفرنس تاني، حطيت الدي او اي بس. لا ما فيش مشكله. عمل له سيف وضاف لللايبراري، ما فيش مشكله خالص. وضاف كل حاجه، وضاف البيانات الجديده، وضاف ضاف كله صح. طيب يبقى هي انا المشكله عندي انا في حاجة عاملة بلوك عندي أنا للبرنامج. طيب تمام. طيب ممكن تعملها قدامنا بقى، أخليك أنت شير سكرين وبحيث أن الكل يشوفه. طيب تمام حاضر. خلاص طيب حضرتك شير، أنا هوقف الشيرينج. شيرد كده حضرتك شايفها؟ أيوة تمام. لا انت ما شاء الله ضفت اهو ال 2 ريفرنس ده. الحاجه عملته جربت في واحد تاني. طيب هتورينا دلوقتي السرعه ازاي ان تحت الساينس دايركت وجبت بيبر. هات ريفرنس جديد. وهنج ليه؟ هو تقريبا اللي بيشير السكرين البرنامج بيعاقبه على طول. لا جوجل مش راضي يعمل باك اساسا، عايز ارجع للريفرنسز. ماشي اعمل حضرتك سيرش اهو زي ما انا جاهز. طبعا احنا مجرد ما احنا على فكره النقطه دي اهم حاجه في النهارده كله، ان هو ان انا احط الريفرنس، ان انا احط الريفرنس في وقت قليل. دي اللايبراري هي اللي انا عملتها. ممكن اد نيو ريفرنس هنا. ايوه طيب هنا زي ما احنا شايفين كده الدنيا فاضيه، مفيش اي حاجه خالص محطوطه لسه. هاخد الدي او اي ده. دي او اي ايوه لحد رقم 10 خلاص. ماشي كوبي بيست. ننزل على دي او اي عندي كده سيف. ايوه اهي دي برضو النقطه الثانيه المهمه. طيب نبص بقى اللي هيحصل ان شاء الله. شوف بقى كل اللي ناقص. لحظه واحده بقى، كل اللي ناقص الاسر عندي انا في ماي ريفرنس على اليمين، الخانه بتاعتي انا اللي انا حاطه، انا مش حاطط بيانات خالص. هنا فاضي. لا على الشمال جاب لي كل اللي ناقصني، او الاسر والير والتايتل كل حاجه. فنقول له ابديت اول فيلدز. ايوه ابديت اول فيلدز ولا امتي فيلدز؟ خلاها اول فيلدز احسن، عشان لو حضرتك حاطط حاجه غلط، لان احيانا ممكن انت تحط حاجه ثانيه غير الدي او اي، فلو حاطط النيم غلط هو هيصححه. تمام. All select references are up to date. تمام كده خلاص ده up to date. اوكي بقى ده كله اتملى. خلاص طيب نشوف بقى على بقت بره شكلها عامل ازاي. اهو قفلنا الويندوز الصغيره، اضاف لنا ريفرنس ثالث.
خلاص يبقى احنا دلوقتي ضفنا الريفرنس تقريبا العمليه دي كلها على بعضها لحد ما تحط الريفرنس لما تاخد على البرنامج مش هتاخد ممكن 20 الى 30 ثانيه، هيكون عند الريفرنس كامل منسق محطوط فيه كل بياناته بالكامل. في حد تاني حابب يجرب او عنده مشكله؟ دكتوره سمر لسه معانا؟ دكتور رامي، دكتور رامي هيتفرج على الفيديو. تمام دكتور احمد، تمام مفيش مشكله ان شاء الله. طيب تمام خلاص. طيب يبقى احنا دلوقتي بقينا عارفين ازاي نجيب الريفرنس. الحاجه الثانيه ازاي نحطه برضه دكتور امامه لو تعمل لنا ديمونستريشن ازاي نحطه بقى في التكست، ممكن من الباب اللي حضرتك فاتحها دي خد اي باراجراف كده. ماشي ننزل ناخد اي ابستراكت من الابستراكت، مش اشكال من الابستراكت، خد من الابستراكت مثلا اي مقطع. مثلا كله على بعضه ما يجراش حاجة، حطه في الورد. وطبعا لما حد مننا بيبتدي يجرب بيظهر يعني الصعوبات اللي موجودة. طب أنا اتلجلجت في إيه؟ فهي القصة أو الفكرة في كده إن إحنا بنشوف بعدين أندراجوجي بقى أنا المفروض يعني أنا أسكت وأنتوا تكملوا بقى الباقي. طيب أطلعوا هنا إزاي بقى؟ أيوة هو ده اللي إحنا بنقوله، إن إحنا بسعب نشرع لكن نيجي على الابليكيشن. ارجع بقى على البرنامج. ايوه اهم حاجه. طيب اهم حاجه ايه دلوقتي قبل ما تحط؟ ان السهم المؤشر بتاعك يكون في المكان اللي انت عايز الريفرنس ينزل فيه، لان انت لو سايبه في نص الكلام هينزل في نص الكلام. تمام. طيب هنجيب البرنامج، ها هنختار، ها هنجيب منين؟ ها من الكوتيشن، علامه الكوتيشن مارك. ايوه انسيرت سايتيشن. هنشوف كده ايه اللي هيحصل. ايوه الله ينور. خلاص. طيب تعالى نفترض لحظه برضو، تعالى نفترض ان السيتيشن اللي احنا حطيناها دي مذكوره في اكتر من ريفرنس، واخد بال حضرتك؟ يعني مذكوره في دنج ومذكوره في واحد تاني من اللي حضرتك حطيته. خلاص وانا عايز اقول ان ده البيبر دي ذاكراه والبيبر دي برضو ذاكراه، اعمل ايه؟ عايز اضيف سايتيشن تاني لنفس الكلام، لنفس الكلام عند اكتر من ريفرنس حطه. خلاص. طيب هنعمل ايه؟ هنخلي المؤشر زي ما انت سايبه كده على اخر الريفرنس التاني، وتجيب البرنامج حط واحد تاني هنا. حط واحد تاني. شفت؟ طيب. راح هو مغير الكوس فتحه وحاطط ده. خلاص وعمل لك الموضوع، حط الاثنين بقى هانج ايتال في 2014 ودونج واخواته في 2022، الاثنين ذكروه. خلاص. طيب انا عايز، مش عاجبني الستايل اللي انا حطه، خلاص اغير الستايل منين؟ ايوه كبر النافذه شويه عشان يشوف ال، بتختفي البرده بيختفي فوق ورا ال. طيب ماشي نوسع نشوف كده. هنا بقى 1 اند 2، الريفرنس رقم 1 خلاص، والريفرنس الاولاني بقى رقم 2. خلاص. طيب هنا 1 اند 2 اهي، وهكذا بقى. انا هنقي الستايل اللي ايه اللي هيعجبني. يبقى انا دلوقتي صحيح لما بستخدم الدو اي هو اللي يجيب لي البيانات، انا دلوقتي ما بقتش حتى بستخدم وقت في ان انا بحط الريفرنس اصلا، ده انا بحط رقم وهو يجيب لي كل البيانات. وممكن بدل الدو اي احط التايتل، بس التايتل لو مش مكتوب صح بالملي وبالنقطه ممكن ما يعرفش يجيبه. فهو الدو اي هو اسلم حاجه وهو اسرع وافضل حاجه، يعني دي افضل تريك في الموضوع كله. خلاص. الحاجه الثانيه ان انا دلوقتي الوقت توفر معايا، بقيت بحط الريفرنس ما بحطش بيانات خالص، انا بحط مجرد رقم فهيجيب لي كل الداتا. رقم 2 انا الترتيب ما عادش بالنسبه لي مشكله،
خلاص تعالى احط كده في... اقسم الكلام ده نصين كده يا دكتور اميه قبل مور اوفر دي مثلا. تعالى نحط ريفرنس هنا، حط لي ريفرنس الثالث هنا في النص. من غير انتر. طيب حط لي الريفرنس اللي انت لسه ما حطيتوش. طيب هو انا حاطط بالايه بالنظام اللي حضرتك ايه اللي حصل؟ قول له ابديت بقى ابديت سيتيشن. ما هو ظهر ادي واحد ظهر، بس في حاجه بقى هنا مختلفه، ان هو كتبه هو حطه هنا في صوره في كتابة لكن لا ده هو هنا غير الستايل كله معلش. طيب خلاص طيب شكل الكلام اللي حواليه فهو خد نفس هو انت بس التنسيق عند حضرتك خد التنسيق بتاع الكلام اللي حواليه بتنسقه عادي يعني زي اي وورد بتدي له السايز بتاعه خلاص. طيب تمام. طيب هاتلي بقى فانكوفر، هاتلي الستايل فانكوفر وخليه حط ارقام. شوف كده اخر ريفرنس انت حطه، المفروض لو احنا بالطرق التقليديه هترجع انت بقى تغير الريفرنسز كلها، تحط ده رقم واحد وترجع واحد واثنين اللي كانوا محطوطين هتخليهم اثنين وثلاثه. هو عدل الارقام. طيب بص هو عمل ايه؟ هو عدلها لك جاهز. واحد اثنين ثلاثه. تمام خلاص. ده بقى تخيل تخيل بقى ان الثيسس بتاعتك 100 صفحه مثلا وانت عندك 160 ريفرنس ورحت مغير ريفرنس واحد بس وانت عامله بالنمبرنج سيستم ده، حاجه زي فانكوفر ده مثلا. انا شلته دلوقتي، هو عدل التقييم اوتوماتيك، عدل التاني لما شلته شاله لك كمان من تحت فما بقاش فيه حاجه زياده خلاص. يبقى طبعا بنفيتس رهيبه. الوقت ده اللي كتب طبعا سيسس عارف حاجه زي دي، اولا مش هتعرف تظبطها مانوال، لازم هيبقى فيه اخطاء، هتنسى رقم، هتنسى واحد تعدله، انت بتتكلم بقى في 160 ريفرنس 200 ريفرنس، عدلت اول واحد هتعدل كل اللي وراه، وخصوصا بقى ده انت لو مكرره كمان في مكان ومكان، يعني تعالى نحط واحد ده مره تانية نكتب اي حاجه كده تحت 2 و3 دول ونحط الريفرنس رقم واحد لمره تانية. ممكن نكتب اي كلام اي كلام. يعني حضرتك عايزني اكتب حاجه تانية واضيف ريفرنس واحد؟ اكتب اي حاجه اكتب اي حاجه كده. ماشي نجيب اي حاجه من البيبر. ماشي اي حاجه مش فارق. تمام عايزين نحط الريفرنس رقم واحد اللي هو اللي احنا كنا اخر واحد حاطين. ايوه حطه بقى هنا. طب شوف خد كم؟ خد واحد بقى. خد واحد. طب ما خدش ليه اربعه؟ لانه مكرر، اتكرر مره قبل كده. فادي ميزه اكبر ان انا الله ده انا حطيته في الاخر ومع ذلك محتفظ بالترقيم الاساسي بتاعه الاولاني خلاص. فدي دي كل دي اخطاء بقى دي لوحدها للي بيعمل ماستر او ام دي او حاجه دي. ممكن فعلا المشرف في بعض الجامعات ممكن 3 4 شهور يفضل مودي الكانديديت رايح جاي علشان يقعد يظبط في الريفرنسز دي، وبعد ما يروح له خلاص يقول له اهو الله انت حاطط لي هنا الريفرنس رقم 65 وتحت ما عندكش 65، انت حطيت واحد في الاولاني حطيت اديته رقم واحد ورجعت بعد كده اديته لي رقم 70، انت عندك الريفرنس مكرر. فطبعا البرنامج بيحل لي كل الحاجات دي. طبعا دي طبعا مزايا هايله جدا خلاص. طيب احنا بالتجربه مع الدكتور اميه طبعا يعني اعتقد كده الاستخدام الاساسي بقى مفهوم لينا ازاي نغير الستايل
ازاي نجيب الريفرنس بسرعه، ازاي نحطه، ازاي نحط اكتر من ريفرنس في نفس الطريقه، ازاي نغير الستايل عشان الستايل بتاعنا. خلاص، فبالنسبه لنا نحب نسمع كده مشاركه الناس معانا، اخبارها ايه الدنيا دلوقتي. هل لحد دلوقتي في معلومات جديده اضافت، ولا بالنسبه للناس اللي استخدمت الاند نوت كل الكلام ده كلام مكرر؟ احنا الناس شكلها تقريبا كلها محتاجه تاخد ريست. مساء الخير دكتور احمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك دكتور وهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. والله بص، هو انا للاسف بس ما كانش عندي وقت ان انزل الان نوت، بس انا عماله اسمع واشوف السكرين والحاجات اللي عملها دكتور اميه، يعني ات سيمز ان هو يعني ابليكابل جدا. يعني انا بس مستنيه ان يعني اما اروح هنزل الان نوت باذن الله، وحضرتك تبعت لنا الريكوردينج ده فشغل ده على الموبايل واشغل على اللابتوب واشتغل الاثنين مع بعض باذن الله ستيب باي ستيب يعني. ان شاء الله. طب انت حضرتك ليكي خبره سابقه معايا دكتوره ولا لا؟ خالص خالص الحقيقه، وده يعني سيمز اميزنج، لان انا كان بيطلع عيني بصراحه في موضوع الريفرنسز دوت، ف يعني سيمز لو هو فعلا بيمشي بالطريقه دي على طول ده يعني هيسهل كتير جدا 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 يعني. يعني متوقع مثلا يوفر معاكي وقت قد ايه لو هتعملي الماستر في الميديكال اديوكيشن؟ لو هعمل ماسترز اوف ميديكال اديوكيشن اي ثينك مثلا ممكن يوفر لي، لو هنتكلم بعدد ساعات، مش اقل مثلا من 5-6 ساعات. انا اعتقد ان انا بالنسبه لي هيوفر لي ايام. لان احنا مش بس ان احنا بنحط الريفرنس ده، احنا لسه هناخد تعديلات، وطبعا في تعديلات زي ما احنا عارفين. انت يعني مثلا هنا لو شفنا الريفرنس هنلاقي ان ممكن الستايل اللي احنا واخدينه هنا، مثلا الدكتور أمية في الفانكوفر حطيت له 3، ممكن يبقى دول 3 أسر، ولو هم 6 فممكن يحط له 6 كلهم، فده ربما ربما يقبلوا البعض وربما لا يقبلوا البعض، ويقول لك لا أنا عايزهم أنا عايزهم ماكسيمم 3، ماكسيمم 3 ده هتغير. الميزة كمان ان هو يعني هي الفكرة كلها، الواحد لما بيجي سبميت بيبر لأي جورنال، المشكله ان كل جورنال بيبقى مختلف عن التاني في الريفرنس ستايل بتاعه، فلو تمام. كل كنت طبعا كل مره كنت بقعد اغيره مانوال لكل مجله انا ببعت لها، فلو هو هيتغير لوحده كده جاست ان انا هديله اوردر، فطبعا ده هيبقى حاجه كويسه جدا يعني. تمام. طيب تمام. طيب نرجع الدكتور اميه، طبعا عجبه الموضوع عمال يغير في الستايلات. طيب ادينا انا السكرين بقى دكتور أمية، ناخد بقى الحاجات. خلينا انا الهوست بقى. او لا، انا عندي شير سكرين. لا هوست ديسيبلد. طب خلينا انا هوست كده. تحبوا ناخد ريست؟ المفروض تمام كده حضرتك الهوست. طب تمام يا باشا، تسلم. تمام دكتور. طيب تحبوا نكمل ولا تحبوا ناخد ريست 10 دقايق نصلي الظهر؟ لو ما فيش وقت طويل لو فضلوا نكمله. هو في هي الشرح طبعا بياخد، يعني احنا اللي احنا شرحناه ده حاجه بسيطه جدا، يعني في الابلكيشن دلوقتي، في الابلكيشن اللي احنا شرحناه ده كله مش هياخد بالثلاثة ريفرنس، مش هياخد دقيقه، بس طبعا اما بنوصل لمرحله الابلكيشن ساعات بتاخد شويه وقت. طيب طب خلاص لو ما فيش مانع بس يعني 10 دقايق نصلي الظهر او 5 دقايق حتى. طب خليها 10 دقايق بالظبط. خلاص، عشان الجزء الجاي هيبقى بقى مرحله الموديفيكيشن والتعديل على الكلام اللي احنا عملناه ده. طيب هنرجع بقى نكمل. احنا طبعا لحد دلوقت عرفنا خلاص، بقينا فاميليار بالاند نوت انترفيس، بقينا بنعرف الاد ريفرنسز مانوالي، لسه ما شفناش ازاي امبورت ريد ريفرنسز، لكن عرفنا ازاي نعمل ابديت للريفرنسز بتاعتنا اونلاين، وازاي نضيفها بسهوله عن طريق دو اي فقط لا غير.
دلوقتي فاضل لنا ان احنا نعرف بينا برضو بنعرف نعمل سويتشنج ما بين الديفرنت ستايلز. فاحنا دلوقتي فاضل لنا ان احنا نشوف ازاي هنتعامل لو في ريفرنسز مكرره، وازاي لو فقدنا الريفرنسز او الملف بتاعنا دوت وحبينا نعمل تعديلات في المستقبل ازاي نقدر نرجع كل الريفرنسز دي، خصوصا انها بتوصل لاعداد كبيره. واخيرا ازاي نعمل ستايل مناسب لينا بحيث لو ما لقيناش ستايل يناسب الحاجه اللي احنا عايزينها في وسط الستايلات الكتير جدا اللي احنا بنلاقيها دي. طيب هنا في هنا حاجه عايز اوريها في الفيديو دوت. احنا قلنا ان احنا لما بنضيف ريفرنس بيبتدي ياخد الترتيب بتاعه، يعني حتى لو كنا حاطين رقم 2 وحطينا قبله، حاطين رقم 1 وحطينا قبله 1، فواحد هيبقى 2 واللي قبل كده هيبقى 1. لكن كان في هنا ريفرنس انا بضيفه وحصل حاجه غريبه، خلاص اهو اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. واحد نطلع دي كده، طيب هنا انا ملاحظ ان ريفرنس 2 جاي قبل ريفرنس 1. حد ليه تفسير ايه اللي ممكن يعمل كده؟ واخدين بالكم؟ يعني حضرتك ضفت الريفرنس الاولاني كان رقم 1، بعدين لما ضفت قبله خد رقم 2 ما خدش رقم 1، لا صح؟ المفروض هو البرنامج يرجع يبدل. ايوه خلاص؟ انا اقصد حضرتك عملته انك حطيت رقم 1 ده الاول، تمام؟ انا حطيت الريفرنس الاولاني ده فوق فما خدش رقم 1، هو دلوقتي اتغير اهو. انا حطيته بقى، طلع الخطا فين؟ انا قعدت ادور على كذا حاجه لمعالجه الخطا ده. طيب الخطأ كان ببساطة ان ده ستايل خلاص بيرتب الكلمات تحت ابجديا، فحرف الاس بيبقى قبل حرف الفي، واخد بال حضرتك؟ تحت، مش في السيتيشن وانا بحطه تحت، لا تحت في الريفرنسز نفسها. صالح قبل فاريلا، فهو بيرتب ابجدي تحت، فعلى حسب الترتيب الابجدي تحت بيحط الارقام، فده عيب في الستايل ده. خلاص ده كان مجله اسمها ان ريف جينيتكس بتستخدم الاسلوب ده، طبعا اسلوب محير وصعب. خلاص فده مجرد ان انا غيرت الاسلوب، غيرت الستايل بتاعي من قائمه الستايلز راح اعدلها على طول اما خليتها بانكوفر. فدي من الحاجات المحيره اللي ساعات لما الواحد يتعرض لها يبقى مش فاهم هي المشكله من فين بالظبط، وطبعا يقعد يضرب ايه اخماس في اسداس زي ما انا عملت طبعا. فهنشوف هنا اهو لما اختار هنا فانكوفر اتعدلت، خلاص هيرجع يختار تاني نفس المجله دي، رجعت تاني خلاص. فدي حاجه عجيبه يعني، وطبعا لو حد قابلت حد هتبقى حاجه محيره جدا. طيب نشوف حاجة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا انا عندي الريفرنس دوت هو ده خلاص، بس انا ضفته بطريقة تانية وعملت فيهم اختلاف بسيط. فهنا مهم جدا ان انا كل ما اضيف ريفرنس ارجع في القائمه الاساسيه دي واكون مرتبهم مثلا بالسنين او بالتايتل، وابص فوقه وتحته. لو لقيت حاجه نفس التايتل زي ما احنا شايفين كده، خلاص ادي نفس التايتل، خلاص ده انا جايبه جاهز من على الانترنت عن طريق دو اي، فهنلاقي بياناته اكتر، وده انا كنت ضايفه مانوال. فهنا البرنامج معرفش ان دول نفس الريفرنس لان في تغيير طفيف. بالتالي انا لما باجي احط الريفرنسز ديت في وسط الكلام، خلاص
هنلاقيه ابتدى يديها رقم زياده زي كده مثلا اهو. المفروض انا لو حاطط ريفرنس مقرر هياخد نفس الرقم تاني اللي هو كان واخده قبل كده. خلاص هنا ده انا لما استخدمت نفسه اداني واحد. خلاص ده لان ده نفس اللي انا حطه في المرتين. طب لو انا حطيت التاني اللي فيه اختلاف بسيط، لا ده هيدي له رقم 3، يعني هيبقى كأنه واحد مختلف خالص، ريفرنس جديد خالص. هيبص اهي الله اداله رقم 3، بقى 3 و1 رغم ان هو نفس الشخص. ادي فاليرا رقم 3 وادي 1 خلاص في فاليرا. فده كده اسمه دوبليكيشن، انا بحط الريفرنس مكرر وده المفروض ما يحصلش. خلاص المفروض لما ارجع في طالما انا باخد النيوميريك سيستم او حتى لو باخد الالفابيتيكال سيستم المفروض ما يتكررش مره تانية. فده طبعا خطأ في الريفرنس. طب انا اصلح الريفرنس الخطأ ده ازاي؟ خلاص لو انا ضايفه هو البرنامج هيفهم. خلاص عندي اوبشن حاجه اسمها ريموف الدوبليكيشن، فهو هيروح مدور لي في كله وهيروح دامج الحاجات اللي فيها دوبليكيتد وهو مصلحها. لكن المشكله هنا بدور على اصلاح الدوبليكيشن عن طريق البرنامج. خلاص دي حاجات طبعا لو انا عايز احذفه موف تو تراش دي ان انا احذفه اهو. بص بقى فايند دوبليكيتس، فانا بقول له انا لو عندي مثلا 100 ريفرنس هنا قال لي مفيش دوبليكيتس. ليه؟ لان انا حاطط بيانات غلط، خلاص الاسامي مش هي فهو فكرهم ان هم 2 مختلفين. ودي ميزه ان انا كل ريفرنس حتى لو انا اللي حاطه مانوال اعمل له ابديت اونلاين عشان كل الداتا تبقى جايه سليمه ويصلح لي الاخطاء. خلاص فهنا طبعا هو لا هو هنا شايفهم 2 ريفرنس حتى البرنامج ما عرفش يصلحها. فالحل في حاجه زي كده ان انا اشيل الريفرنس الخطا خالص بتاعي من هنا وادخل اشيله كمان من السورس. خلاص عشان كده انا بقول لك يبقى دايما راجع، لان الموضوع ده لما بتكتشفه بدري هيوفر عليك الخطوه دي. انا خلاص اهو حذفت ده خالص حطيته في التراش ايكون. خلاص ده خلاص ده بقى ديليتي ده في التراش. خلاص انا حتى افضيه امبتي تراش، او لو عايز ارجعه هقول والله رجع المكان ده لللايبراري تاني. لو انا ريستورت اللايبراري لو انا حطه حذفته بالخطا فده ازاي ان انا لو حذفت حاجه ارجعها تاني. خلاص هيرجع تاني. طبعا انا حذفته بعد كده بقى خالص نشوف كده هنا ده السبب الخطأ اهو، ان انا كان عندي اختلاف في الاسماء عن التاني، فبالتالي هو افتكر اختلاف بسيط جدا في الحروف. خلاص فيعني أوملينج ده انا كنت كاتبه أوملينجا اهي. خلاص الحاجات دي ببساطة خدعت البرنامج وخلته يفتكر ان ده ريفرنس مختلف، وبالتالي الدوبليكيشن هنا ما اتحلش. طيب هنا ده فيديو تاني. طيب في طريقة تانية بقى ان انا اضيف الريفرنسز جاهزة بكل بياناتها من الساينس دايركت مثلا. لما افتح الساينس دايركت حاجة زي كده مثلا وهختار اي بيبر في بعض المواقع بتقدم لي خدمة ان هو يحط لي الريفرنس ده في ملف جاهز. خلاص فنبص هنا مثلا بص شوف هنا حطيت لي ايه add to mendeley لو حضرتك بتستخدم mendeley، وهنا في سايت. خلاص سايت ده اقول له اكسبورت ال RSS اللي انا عملتها دي اهي. خلاص بص افتح الملف ده راح هو ضيف لي الريفرنس جاهز خلاص بكل بياناته. انا بقى لا كتبت ولا نسخت دي او اي ولا خدت اي بيانات خالص، هو حطولي ادي ريفرنس ثالث خالص جاهز. هو طبعا جديد هو واخد البولد لان انا لسه ما فتحتوش. خلاص فهو نازل بكل بياناته زي ما احنا شايفين كده بالدي او اي بكله. فدي بتبقى خدمه في بعض المواقع ان انا اعمل لها اكسبورت. طبعا لو انا مسطب الاند نوت هو بيفتحها على طول. خلاص فدي برضو دي ميزه كويسه جدا.
وبعدين انا بقى ده برضه هنا هشوف كل البيانات كامله ازاي. انا ما حطيتش ولا حاجه خالص من الحاجات دي، كل البيانات نازله جاهزه بمجرد ان انا عملت امبورت للفولدر ده. خلاص. طيب برضه هنا حاجه مهمه ان انا لازم اراجع برضه البيانات. خلاص. احيانا هنا مثلا كتب لي فوليوم وما فيش ايشو، فاحيانا يبقى في اخطاء في بعض الملفات ده، فبيفضل برضو ان انا ببص عليها لو في حاجه اقدر اكملها. فبراجع برضو بالملف الرئيسي اشوف الحاجات دي والله كانت موجوده ولا مش موجوده. انا هنا طبعا ابتديت اخد من البيبر دي جزء خلاص، ورحت عملت له سايتيشن، فبقى هنا رقم 3 ونزل لي هنا رقم 3. طبعا انا هنا ما نقلتش اي حاجة، كل اللي انا عملته ان انا فتحت الملف خلاص وعملت له import. تمام. طيب خلاص، تاني اهي برضو عشان نبقى شفناها عشان دي ما تبقاش عدت. تحبوا تجربوها ولا نكمل على طول؟ ايه خلاص، من سايت ده في الساينس دايركت هيبقى مختلف طبعا في اي حاجه ثانيه. ها قلت له اكسبورت ار اي اس. خلاص ممكن برضو اختاره تيكست الاخرانيه واجي انا من الملف ومن قائمه فايل واقول له امبورت. هنا خلاص دخل اهوت جاهز. كل البيانات جاهزه وزي ما قلنا احنا حطيناها على طول. سهله دي. طيب نشوف هنا برضو حاجة معانا. طيب افرض انا شلت الاند نوت خالص خلاص، او الليبراري اللي انا عملتها ضاعت، فهاجي استخدم البرنامج زي هنا هيقول لك انا مش لاقي اصلا الليبراري. طيب دي نسخة تانية انا سطبتها من الاند نوت وانا بجرب اهو، لما سطبت نسخه جديده وشلت كل النسخ وكل الحاجه بقى هو مش لاقي الليبرال اللي انا كنت عاملها اصلا. طب وبعدين انا كده جهدي هيبقى ضاع مثلا لو انا الريفرنسز بتاعتي كتيره، حاجه زي السيسس اللي احنا شفناها كانت 160 ريفرنس، طب انا اتصرف ازاي في موقف زي ده؟ خلاص هي طبعا هنا احنا حاطين مثال على 2 3 بس، لكن تعالى نفترض ان ده على كده. فعندي هنا قائمه اكسبورت دي، وشوف اقول له اكسبورت ترافلنج ليبراري. بص بقى هو هيعمل ايه، هو هيدور لي الملف اللي انا عامله ده خلاص، ويقول لي انت عايز تضيفها لوحده قديمه، لو انت عايز عندك واحده وعايز تزود بس على الريفرنسز دي هيطلع لك في القائمه دي، لكن ده عشان برنامج جديد فاقول له لا اعمل لي بقى واحده جديده خلاص. وبتختار له والله مكان هتسيف في الليبراري الجديده اللي حضرتك عايزها. انا مثلا سيفتها في الكورس بتاعنا اللي احنا شغالين عليه اللي هو الاند نوت كورس خلاص، وهتديها النيم اللي حضرتك محتاجه نيو مثلا ليبراري خلاص او ريكفرد اي حاجه يعني. مثلا او سيف خلاص. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي البرنامج يدور في كل الملفات، هيجمع كل الريفرنسز اللي حضرتك حاططها، وهيروح يعمل لك بها ليبراري جديده خالص خلاص، فيها كل البيانات اللي حضرتك حطيتها قبل كده، مش محتاج تكرر حاجه منها. اهو قال لك سبورت كومبليت، ونشوف كده البرنامج اهو خلاص. ادي نسخة جديدة، دي على فكرة دي النسخة الاحدث اللي هي اند نوت 20 زي ما احنا شايفين، مختلفة شوية. فهنلاقي الايكونز اللي احنا شغالين عليها مختلفة خالص، لكن رغم اختلاف النسخة هو ضاف لي كل الثلاثة ريفرنسز مثلا في الملف اللي احنا بنجرب عليه ده شغال خالص. طبعا ده شكله كده تحس ان هو شكله لذيذ ولطيف وشيك،
وطبعا في شويه امكانيات مختلفه، بس انا شايف ان التيتشنج على الثاني افضل شويه، لان زي ما احنا شايفين كده كل الايقونات اللي احنا متعودين عليها ناقصه في ده، مختلفه تماما يعني. خلاص طيب انا كنت برضو كنت منزل ده على اساس ان هو يحل لي مشكله الانترنال، بس انا اتضح لي دلوقتي ان المشكله عندي من الكونكشن نفسه، فده هبقى عليك. طيب في هنا حاجه برضو ممكن نعملها خلاص من الاند نوت ده، انا برضو كنت بوريكم هنا الفرق ما بين الاثنين. برضو هنا هنلاقي ان القائمه طيب ده تقريبا ده تكرار لنفس الملف. طيب المحصله النهائيه طبعا ان انا لما بستخدم الحاجه دي في سيسس بقى كبيره زي كده خلاص، زي ما احنا شايفين الفيديو اللي احنا لقيناه، فبكتب بقى كل الكلام ده وبتبقى دي المحصله النهائيه السيسس 150 صفحه 130 صفحه 80 صفحه، وهيبقى الشكل ان انا بروفيشنال زي ما احنا شايفين كده اضغط على الحاجه تجيلي. طيب هنا هنلاحظ برضو ان في حاجات بنحط شويه حاجات بخط عريض شويه بولد، ممكن الاقي هنا مثلا بص الاقي هنا الايشو بالبولد او الفوليوم بالبولد والايشو، طبعا كل ده ستايلز مختلفه يعني، في بعض الناس بتدقق على الموضوع ده جدا 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 يعني. خلاص طيب انا اعمل ايه؟ والله لو عجبني ستايل في حلين، يا يعني اما ان انا احفظ الستايل ده فما غيروش وافضل شغال بيه خلاص، او ان انا اعمل الستايل بتاعي، فدي انا هجربها معاكم دلوقت خلاص. تعالى مثلا نفتح ملف الوورد اللي احنا عايزين نعمله ده خلاص، زي ما احنا شايفين كده يعني ما هياش بالشياكة او الفاينل شيب بتاعنا زي ما احنا شفناه على السيسس، فاحنا شايفين كده الحاجات كلها، ده طبعا حاجة في الستايل اللي احنا شغالين عليه خلاص. في من ضمن الاستايلات اللذيذة لو حد بيسأل طب انا عايز الاقي واحد جاهز على طول خلاص، ففي حاجة اسمها البي ام سي بايو انفورماتكس، ده هتلاقيه في وسط الستايلز خلاص، هتكتب بي ام سي هيطلع لك ده مثلا برضو واحد لذيذ، شوف كده ايه اللي هيحصل. فخلالي الستايل ده من الاستايلات اللي انا بحبها، لانه بيحدد لي اولا ثلاث اسامي، بيحط لي السرنيم بس الاول وبعد كده الفيرست نيم مختصر، بيحط لي التايتلز في زي ما احنا شايفين كده بتبقى بولد خلاص، طبعا الشكل الافضل كتير يعني، هنا الفوليوم نمبر بقى بولد والايشو نمبر بقى نورمال فونت عادي، فهنا طبعا اداني شكل افضل خلاص. فده حاجه مثلا. طيب تعالى انا مثلا عايز، لا ده برضه مش عاجبني خلاص، وانا عايز اعمل حاجه خاصه بيا انا خلاص، فهقول له هروح هنا على الاند نوت، هنزل انا دي بقى شويه كده عشان عكساني. طيب اغير انا الستايل بتاعي ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده انا مثلا اخترت البي ام سي دوت خلاص، فلما باجي احط كده فادي المنظر اهو، انا بقدر اعينه طبعا خلاص. طيب ادي الستايلز اللي احنا قلنا عليها، لو قلت سيلكت انذر ستايل هيطلع لي القائمه كامله خلاص اهي، واختار بقى اللي انت عايزه يعني اللي يجي على مزاجك، هشوف كيمستري ده هيعملها لنا ازاي، او دبل كليك فضاف كيمستري ده مثلا بيخلي السنه بس هي اللي بولد خلاص، برضو لذيذ. طب انا مش عاجبني برضو خلاص، انا مش عاجبني اعمل ايه؟ قال لك والله عدل انت اللي انت عايزه. هنلاقي هنا من قائمه ايديت تاني من قائمه ايديت هلاقي عندي اوت بوت ستايلز خلاص، انا عايز اعدل كيمستري ده، يفضل انك تلاقي حاجه قريبه وتعمل تعديل طفيف، لان انت لو هتعدل على حاجه كبيره الموضوع ممكن يحتاج شويه يعني ايه خبره بالبرنامج. فتعالى مثلا على كيمستري ده وانا مش عاجبني، فهقول له تعالى انا ايديت كيمستري خلاص. شايفين كده مع بعض؟
ها معايا؟ اه مع حضرتك. طيب تمام، متابعين يعني ولا الدنيا وقعت؟ يعني تمام حاول. طيب بص، هي احنا طبعا كل اللي فات عمل، هي دي ارخم حاجه ان انا اغير الستايل بتاعي، وزي ما بقول لك في البي ام سي ده حلو ولذيذ وجاهز انا ده، بس بقى دي نقطه يعني، يعني احترافيا اللي انا عايز، وده اهم حاجه بتميز الاند نوت على فكره، انك تقدر تعمل ستايلز، ده نسبيا يعتبر سهل بالنسبه للباقي خلاص. فهنا هنا ده التمبلت اللي هو هيحطه، والله هنا بيبقى السيتيشن اوثر خلاص، ان هو ده بيحط السنه والاوثر. الواحد تاني هيبقى نمبرنج، هنا انت عايز تزود حاجه هتزودها، عايز تقلل حاجه هتقلل. طيب في الشكل تحت البايوجرافي، هنا ده الشكل اللي هو بيعملها، هنا مثلا ده جورنال ارتكل خلاص. فهنا شوف، هو هنا مخلي الير بس هي اللي بولد، عشان كده في لما كنا بنشوف الشكل في الستايل ده كان بيبقى بولد تمام. طب انا عايز الاسر كمان بولد، هعلم على الاسر كده واقول له خليه لي بولد اهي. في الجورنال ارتكل هو بقى بولد خلاص، بقى الاسر بولد والير بولد. طب انا عايز الجورنال ده يبقى ايتاليك، خليه هو مقلوب، عايزه معدول هخليه معدول، عايزه يبقى تحته خط، واخد بالك، هيحط لي تحته خط خلاص. فبالتالي هو دلوقتي بيخلص لي تقريبا كل الاحتياجات. عايز ازود ديتيلز زيادة ازود، بس انا مش عايز طبعا، لان زي ما احنا شايفين ديتيلز بتتكتب بطريقة مختلفة شوية، فانا مش عايز اصعب الدنيا. فخلينا هنا مثلا على قد الاسر، على قد الير، على قد التعديلات اللي احنا عايزينها، ونشتغل على واحد من الستايلات السهل خلاص. وتعالى اقول له والله سيف خلاص، او احفظه ككوبي لو انا مش عايز سيف تشينجز. يس، هنخليها نديله اسم تاني، فهنخليها مثلا كيمستري كوبي خلاص، خليها كيمستري كوبي. تعالى بقى نختار كيمستري كوبي ده من ستايل، هنا هنختار ستايل ونشوف كيمستري كوبي، هنلاقي التعديلات اللي احنا عملناها بقت نازله على الستايل الجديد. اهو هو جايب له كيمستري اللي انا واقف عليه، وتحتيها هي كيمستري كوبي خلاص. تعالى نختارها كده تشوز. شفت بقى، هملاحظ الفرق هنا بقى، الاوثر ذا هوم بولد، الانترناشونال جورنال اوف سيرجري اسم الجورنال بقى محطوط تحته خط، دي التغييرات اللي انا عملتها خلاص. لو رجعته للكيمستري العادي اختفت التغييرات اللي انا حطيتها، لا رجع ده مش بولد ولا حاجه، واختفى الخط وهكذا. فانا دلوقتي اقدر اعدل الستايل اللي انا عايزه اللي هو يناسبني خلاص. الاهم بقى ان انا بعد ما اخلص التعديلات دي خلاص، وانا هديك مثلا مثال، انا كنت بنشر مثلا في جورنال، وكنت مستعجل، فعايز اخلي البيبر بتاعتي جاهزه زي الجورنال بالظبط خلاص. فلقيت مثلا ده الستايل بتاعهم اهو، دي مثلا كانت بيبر من نفس الرساله مثلا، يعني الريفرنسز. طب هنا بص، الستايل ده ستايل هتلاقيه مختلف، الاسم بعدين التاريخ بيجي بعده على طول، والاثنين بيبقوا بولد، والباقي كله بعد كده يحط اسم الجورنال الاول، يحط التايتل بعدين اسم، فده مختلف. طيب انا ما كنتش لاقي، ممكن طبعا لو دورت في الستايلات الكثير الاقي حاجه زي كده، فرحت انا عامل انا بنفس الستايل ده خلاص. طيب انا النهارده عدى مثلا من ساعه البيبر دي ما نشرتها سنتين، فانا غيرت الاند نوت وغيرت الويندوز وخلاص، ما عادش عندي كل الكلام ده خلاص. تعالى كده نجرب ابلكيشن، انا عايز، انا هقفل هنا خالص اللي انا بقى فاتحها دي خالص، هقفلها خلاص
الاند نوت اهو فاضي. تعالى من اند نوت هنا واقول له والله اكسبورت تو اند نوت اكسبورت ترافلنج ليبراري. خلاص اكزن. لا اعمل لي نيو واحده جديده خالص. خلاص وهسميها ماي بيبر. خلاص سيف. نبص بقى ايه اللي هيحصل. هو ده خلاص كده ده اخر حاجه احنا هنعمل الابلكيشن ده وخلاص كده كفايه كفايه عليكم النهارده. طب هو قال لي انا خلاص خلصت الاكسبورت. شوف الاند نوت. الله بص شوف كام ريفرنس اهم. خلاص كل اللي في البيبر اتضاف لوحده خلاص بكل بياناتهم بكل اللي كان موجود اهو. اذا ده وفر عليا طبعا. انا دلوقتي لو محتاج الريفرنسز دي في حاجه تانية بدل ما هضيف كل واحد لا ده انا ضفتها خلاص. طيب هو دلوقتي بيستخدم ايه الكيمستري كوبي. بياخد الكيمستري كوبي. طب انا اعمل ايه علشان ارجع للستايل تاني. انا عايز انشر تاني كل مره هرجع اروح اعمل الستايل ده من اول وجديد. طبعا بيغلب شويه خلاص. طيب اقول له نيو ستايل مثلا واقول له امبورت. مش مفعل الامبورت. طيب انا مثلا كنت محتفظ بيها مع اهو. انا حتى كنت مسميها باسم الجورنال. فانا لو ضغطت عليها هو راح فاتحه لي اهو الستايل بتاعه. خلاص انا طبعا عشان محتفظ بيه من غير ان انا ضغطت عليه راح هو فاتحه لي. فهلاقي التمبلت اللي انا عايزها خلاص موجوده بنفس الشكل اللي انا كنت حافظه بيها. ان الاوثر والير او الير انا عامل حواليها سهمين خلاص. وانا مسميه اي جي اتش ام خلاص. طيب انا دلوقتي لما اجي ادور سيلكت اقول اهو الاي جي اتش ام. طيب انا في حاجه choose. طيب نفتحه تاني من الفولدر. طب ادي الستايل اهو اقول له save as. خلاص اقول له agmh copy مثلا. خلاص هاجي اهو من new style select eg. اهي خلاص. يبقى انا كان المفروض ايه اقول له بس سيف. خلاص بص بقى راح محولهم لي كلهم اهو زي ما انا عايز بقى الستايل. خلاص تعالى بقى على البيبر اللي احنا كنا بنعمل عليها تريننج اهي. خلاص لا انا ده هنشر البيبر دي في نفس البرنامج اقول له اي جي اتش ام كوبي اللي انا عاملها اهي بس بقى بنفس الستايل اهو. خلاص بقى الاوثر كله بولت بعد السنة. اذا وفر عليا وقت كبير جدا انا لو هحول كل دول واحده واحده. فهنا لما تعمل ستايل او تنشر بيه او تعدله يبقى لازم تحفظه خلاص وتاخد لك نسخه منه تحتفظ بيها لاي وقت لاحق زي ما احنا بنشوف كده. خلاص اعتقد كده يعني الى حد ما الامور وضحت. ولو ليكم سؤال حضراتكم تقدروا تتفضلوا يعني. خلاص في النهاية طبعا هنقدر نوصل بإذن الله للشكل دوت. بس فدلوقتي الفيدباك الأول في حاجة محتاجينها أو كان في أمور صعبة. لا هو محتاجين بس احنا نطبق كذا مره لحد نحفظ بس.
محتاجين تريننج عليه بقى شوية في هنسون أكتر من كده اللي بيكتب بيبر أو كده يتدرب عليه. خلاص أو ده assignment بقى، نحط assignment زيادة عليكم. فده طبعا محتاج، هو كله سهل، اسهل هي بص حضرتك طالما وصلت لحته الدو اي دي خلاص انت كده بقيت بتحط ريفرنسز. التجويد بقى الاخراني ده يعني ايه، زي ما احنا قلنا احنا عرضنا واحد من الريفرنسز السهله فممكن نستخدمه، والاوتبوت ستايل دوت انا حتى اللي انا استخدمته ده لو انتم محتاجينه اللي هو الاخرين ده ممكن ابعته لكم وتقدروا بعد كده تضيفوه انتم تستخدموه بنفسكم. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا النهارده، وهيجي طبعا وقت الفيدباك، ففي فورم احنا مجهزينها ده اللينك بتاعها وانا هبعته لكم برضو على الـ الواتساب، فنبقى نملاه ونشوف ايه الاخبار لو في حاجه نقدر نحسنها نعدلها. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا النهارده يعني، وما يكونش وقتكم ضاع على الفاضي يعني. لا استفدنا طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا دكتور.